اسيبك انت، شكلك زي القمر في لبس البيت. هي دي اوضتك؟ اوضه ايه؟ اوضتي جوزي نايم فيها. حولك واحد من النهار يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. يا أكرم، شفت الفيديو اللي بعتهولك؟ شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ شفت أمك وحمايلها؟ شفت يا أكرم، شفت. مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. أكلم مين دلوقتي ولا أقول إيه؟ أنت مش جاي؟ مش جاي زي ما قلت لي؟ أجي أعمل إيه؟ احنا في مشكلتي دلوقتي وفي الوقعة السوداء اللي احنا فيها. أنا لو نزلت دلوقتي هتجب جريمة. أنا ماسك نفسي بالعافية يا جميلة. أمك فتحتنا، أمك ضيعتنا. يا حبيبي اهدى، كل مشكلة في الدنيا وليها حل. وبعدين حوالينا ناس، وطي صوتك شويه. طب تتحل ازاي دي؟ حد يفهمني تتحل ازاي؟ مش هتتحل، كل حاجه في الدنيا بتتحل الا الفضايح. الفضايح بتفضل لازقه في اصحابها. هو ده اللي انا كنت خايفه منه، هو ده اللي انا كنت خايفه منه من ساعه ما مرات طارق المختار جت المكتب. بس هي قالت لي انها مش بتاعه فضايح وانها خلاص صدقت ماما. ما اعرفش عملت كده ليه. عامل ايه دلوقتي يا اكرم؟ اقول ايه لزياد لما يجي لي؟ مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. طب اقفل اقفل دلوقتي، اقفل اقفل واكلمك بعدين. يلا سلام. ليه كده يا ماما؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.